سمعتوا قبل كده عن الست اللي قدرت تخضع النظام السوري والرئيس بشار الأسد؟ وكانت هي السبب وراء هروب العميد مناف طلاس قائد لواء بالحرس الجمهوري السوري لتركيا. ده هي كمان لعبت دور أساسي في انشقاقه عن الدولة. صحيفة الساندي تايمز نشرت مقال بعنوان ما دام عين تخدع الأسد، لأن الصحف البريطانية كانت مهتمة جدا بالموضوع ده ونشرت المقالات دي في النسخة الإلكترونية والورقية، لأنه كان واحد من القضايا والموضوعات المثيرة للاهتمام. وقالت صحيفة الساندي تايمز في تقرير مراسليها ماسيو كامبل وأوزي مهماني إن المليونيرة الباريسية ناهد عجة هي الشخصية الغامضة اللي كانت وراء هروب العميد مناف طلاس إلى تركيا. وكانت عجة صاحبة 63 سنة من أجمل السيدات الباريسيات وأكثرهم أناقة، ده غير إنها فاحشة الثراء وراعية أرقى حفلات المجتمع الباريسي، ده غير إنها كانت مؤثرة جدا في الوسط السياسي الفرنسي وكانت بتربطها علاقات قوية بكتير من رجال الوسط ده. ناهد عجة هي كمان أخت العميد مناف طلاس وكانت ساكنة في باريس من 42 سنة زي ما قال التقرير، ده غير كمان إنها كانت أرملة الملياردير السعودي أكرم عجة اللي كان بيشتغل في تجارة الأسلحة. وكانت ناهد اتجوزت من عجة سنة 1978 وهي عندها 18 سنة. في الوقت ده كان عجة وصل للستينات من عمره، وطبعا بعد ما الملياردير السعودي مات في سنة 1991 هي ورثته، وكانت ثروتها بتقدر وقتها بحوالي مليار دولار أمريكي. ومن الوقت ده وهي ظهرت واشتهرت بأنها راعية لحفلات المجتمع الباريسي الراقي. وبحسب تقرير صحيفة الساندي تايمز، عجة هي اللي سهلت خروج كل من والدها وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس وأخوها رجل الأعمال فراس إلى باريس. وكان مناف طلاس وقتها محبوس تحت الإقامة الجبرية في بيته في دمشق بعد محضور جنازة لعامل كان بيشتغل عنده قبل ما يموت. وفي الجنازة المشيعون داسوا على صور لبشار الأسد وفضل موجود في بيته حوالي شهر ما بيخرجش منه قبل ما يقدر يخرج ويقرر إنه يهرب ويسافر على تركيا على طول بعد ما وصلته أخبار إنهم هيعتقلوه، لأن كمان كان معارض للقمع العنيف اللي اتفرض على كتير من الشعب السوري، ويعتبر انشقاقه عن النظام السوري كان بمثابة أول شرخ كبيرة على المستويات العليا في النظام. وبعدها ظهر وزير الخارجية الفرنسي لوران فيبوس وهو ساعد في مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس، لأن وقتها أعلنوا أن الدائرة الضيقة للنظام السوري بدأت تدرك أنها ما تقدرش تستقر في دعم السفاح زي الأسد. ومن بعدها قرر طلاس أنه يسافر من تركيا لباريس علشان يكون مع مراته وولاده اللي كانوا مقيمين في بيت أخته الفاخر في باريس. ناهد في الوقت ده استندت على علاقتها مع كبار السياسيين الاشتراكيين في فرنسا علشان يأمنوا لها سفر أخوها مناف اللي كان صديق شخصي لبشار الأسد لباريس. وكانت ناهد عجة في الوقت ده صديقة مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد ومراته أسماء اللي تولدت في بريطانيا وعملت على شرفهم عدد كبير من مآدب الطعام في باريس، ودايما كانت بتخرج هي وأسماء زوجة بشار الأسد علشان يعملوا شوبينج في أفخم المحلات في باريس.